بصدده اليوم في أثر المعصية واعتبار القطيعة كجزاء عن المخالفة لله تعالى. فليس الشأن في خطورة المعصية في أثرها، بل أيضا في القطيعة بسبب المخالفة أو المعصية. يقول رضي الله عنه: اعلم أن كل شيء نهى الله عنه فهو شجرة، لأن آدم أكل من الشجرة، فكل ونهى سبحانه وتعالى آدم أن يأكل من هذه الشجرة، فكل ما نهى الله تعالى عنه فهو شجرة، والجنة هي حضرة الله عز وجل. الجنة رمز لحضرة الله تعالى عز وجل. فالمعصية، الأكل من الشجرة أي المعصية، تخرجك من حضرة الله عز وجل. فهذا هو الأخطر في موضوع المعصية، ليس في أثرها بالنزول إلى الأرض، ولكن في القطيعة، في الخروج من حضرة الله تعالى. فكل معصية هي أكل من الشجرة، والأكل من الشجرة يوجب الخروج من حضرة الله عز وجل. فكل ما نهى الله تعالى عنه فهو شجرة، والجنة هي حضرة الله تعالى. فيقال لآدم: قلبك، ولحواء: نفسك، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لكن آدم عليه السلام محفوف بالعناية لما أكل من الشجرة، أنزل إلى الأرض للخلافة. الفرق يعني كأن آدم هو قلب الإنسان، وحواء هي نفسه. آدم هنا قلب الإنسان، وحواء هي نفسه. فالنزول إلى الأرض نزول بالروح والنفس، بالغيب والشهادة. ولكن الفرق أن آدم لما نزل إلى الأرض حفه الله سبحانه وتعالى بالعناية لاستخلافه في الأرض، في حين أن كان خروج إبليس كان عذاباً ومقتاً وغضباً من الله تعالى. وأنت إذا أكلت من شجرة النهي أنزلت إلى أرض القطيعة فافهم، كل أكل، كل معصية هي أكل من الشجرة. فإن أكلت من شجرة المعصية أنزلت إلى أرض القطيعة فافهم، فإن تناولت شجرة النهي أخرجت من جنة الموافقة إلى وجود القطيعة، فيشقى قلبك، وإنما يلاقي الشقاء وقت القطيعة القلب لا النفس. آدم رمز للقلب، وحواء رمز للنفس. النفس تتلقى أثر المعصية ظاهرا، أما القلب فيتلقى أثر المعصية باطنا، وهي القطيعة، القطيعة عن الله تعالى. لأن وقت القطيعة يكون فيه ملاءمات النفوس من ملذوذاتها وشهواتها وانهماكها في غفلاتها. لأن كما قلنا من قبل أن أصل المعاصي الحسية الشهوة، وأصل المعاصي المعنوية الكبر، ومحل المعاصي الحسية النفس، ومحل المعاصي المعنوية القلب. وقد يغفر الله تعالى للعبد الذنب الناجم عن الشهوة، ولا يغفر الذنب الناجم عن الكبر. قد كما غفر لآدم أكله من الشجرة، اشتهى أن يأكل التفاح فأخرج من الجنة، ولكن الله ألهمه بكلمات فأتمهن فتاب عليه. أما إبليس
كانت معصيته معنوية، الكبر. إبليس عصى بكبره أأسجد لمن خلقت طينا، فكان الكبر سبب لخروجه من الجنة. فوجود أرض القطيعة يشقى بها القلب، وهذا هو الخطير فيما يتعلق بالمعصية. يقول أيضا رضي الله عنه: